السلام عليكم الإخوان، كما العادة معكم قناة عمر للحمام في فيديو جديد. مهم الإخوان، اليوم سيكون فيديو ديالنا نولعكم شوية معانا. وبالنسبة للإخوان قبل ما نبدأ الفيديو، دائما نبدأ بالتعليقات اللي كانوا في الفيديو اللي قبل. كان أول تعليق كريم كينغ، سكيل با، ياسين حياني، مراد بول الحسن، أبدوكس أنوف، سمان خالد، مبارك لوتيلا. تحية لك خويا العزيز من قلميم، شكرا بزاف خويا مبارك. يحيى زهير، حمام مصطفى بونيت، أنس ناضي، تربية الحمام، مهدي مهدي حمام، وميد وليد، رغودة كازا كازا، سيو يوكانو، حمزة أسيك، حمزة زيزو، صلاح الدين بوكيل، بابلو إسكوبار، صلاح كينغ محمد، الله يعودك، شكرا أخويا أحمد، بيهرادي، يوسف بوكاري، رشيد بيجيون، عاشق حمزة جيل، يحيى القراح، معك رضا من واد زم، الله يسهل عليك عمر، شكرا. عاشق حمام زاجل، يوسف بوكاري، كندات حمام، ام كاسي، سليمان المكاوي، رجاوي فيرو في اي بي، فهد هانيم، تجارب الياس، حمام زاجل 2020، نشكر ياسين، اخبار العالم في المغرب، حمام ابدو، معاد لوفت، شيماء روافي، مهدي مهدي مهدي، عماد الاختراع، وسام عاشق الحمام، ودوزيم تي في، عبد الجليل دبابي، ديديكاس لك اخويا، حنفي الحنفي، الله يسترك اخويا، سوك بيلا، ميدو تي في، لوفت فيلي، تبارك الله عليك اخويا عمر، راك غادي، مروان إغيل، حبك يا الله، مروان لاس، يوسف والحمام، معاد صدقي، سنة زبير، حيدر عكلة، تحية لك خويا حيدر، متابع ديال قناة من العراق، فكاك جواد، الله سعيد أبو، زكريا العروسي، علاء والحمام، حفيد كابا، راسينك بيجيوم موروكو، حمام سباق المغرب، أناس شكرا لك، محمد والحمام، سعد قيمار، محمد أمين أخدو، أخبار الحمام عند عماد، فريزر تيم، شكرا لك أخويا فريزر، أناس إيزوغان، الزاجل المغربي. إخوان هادو هما التعليقات اللي كانوا في الفيديو اللي كان قبل من هذا ديال هروب الدكر. شكرا لكم الاخوان بزاف على التفاعلات ديالكم مع قناه عمر. بالنسبه للاخوان، الذكر اللي كان هرب لينا ديك النهار، كان هرب لينا يوم والبارح يوم الجمعه. بالنسبه للاخوان، داك الذكر راه مني طار اخوان، بقى كيدور هنا مني، والحصل الحظ الاخوان مع ملي طلعت مع المغرب ان شاء الله، لقيته باقي كيدور في بين الديور هنايا كيتحط، والله اعلم واش نسى على الطريق ديالو، ولا نسى على المكان اللي كان ساكن فيه الاول ديالو. هو الاخوان بقى يدور شويه وصافي شد الطريق، مانيش الطريق صافي، انا هوت حتى كنتفاجئ مع المغرب، مني كنطلع كنلقاه فوق اللوفت، هوت طلعت مورا المغرب، طلعت عاوتاني واحد شويه مورا المغرب، لقيته دخل، يعني الله اعلم كيفاش دخل من سبوتنيكا وكيفاش عقل، الله اعلم. المهم الاخوان، قال لي واحد الاخ، راه بالنسبه للذكر اللي رجع لك، يعني راه ولده رجع لولده، ما بغاش يخلي ولده، وداك الشيء اللي كاين. المهم الاخوان، ايوا هذا ما كان الاخوان، راه الذكر رجع
الحمد لله. وتعجبت لي انا صراحة الامر ديالو من ارجع، صراحة ما كنتش متوقع انه غيرجع بعد ما غاب اكثر من نص نهار يعني، باش يرجع في المغرب راه سبحان الله. كيف فاش كتوقع؟ والحمد لله الاخوان اللي قالوا لنا الله يصبرك وشكرا لكم بزاف. بالنسبة للخبر الثاني غير مفرح، الخبر الثاني والأنثى ديال الكاديتانو درنا ليه واحد العملية وكتنزف الدم، يعني محال واش تبقى على قيد الحياة. يعني درنا ليه عملية، ويعني أنا والأخ الصديق عبد الرحيم مترجي، ويعني طايحات بزاف ما بقاش تقدر تاكل اخوان. لذلك كنجرجو من جميع الاخوه اللي كيشاهدوا، ملي كتعجبو شي حاجه شي بياسه تيقول اللهم بارك الاخوان، ايوا هذا ما كان ديما اللهم بارك اللهم بارك. لما تبانك شي حاجه زوينه عجبات اللهم بارك الله يسخر المولاها، هذا ما كان الاخوان. دابا الانثى راه درنا لها قفز بوحده ويا ربي تصح على الله، لان راه طيحات بزاف يعني حالة خطيرة. ايوا هذا ما كان اللي مكتاب، الا بغات تمشي تمشي ان شاء الله. هذا ما كان الاخوان، كنصحكم ملي تبان لكم شي بياسة زوينة قولوا اللهم بارك، هذه ما يعني البركة الله يزيد المولاها والله يسخر الجميع ان شاء الله الاخوان. هذا ما كان. وبالنسبة الدكار غنجبدو ونولعكم به ان شاء الله، راه جا الحمد لله. راه من يدخل في المغرب راه دخلته عند الوالد ديالو، دخل ديريكت عند الوالد ديالو سبحان الله والله العظيم سبحان الله. انا الاخوان هو هذا الدكار كما كتشوفوا، هو سبحان الله تعجبت لي انا كيفاش ترجع. انتوا الاخوان هذا هو الدكار، يعني رجع قبل ما نحط الفيديو رجع، كان ديك ساعة المغرب يلا انا غنحط نيت ننزل الفيديو مع الفيديو تقريبا رجع سبحان الله. هو الاخوان راه بقى يدور 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 شحال يدور ويتحط ويدور ويتحط، كيتحط في الديور كيتحط في الريز والفوق ترجع. هو الاخوان كما كتشوفوا هو رجع الحمد لله، رجع المكان ديالو كما تشوفوا هو الاخوان. اللهم بارك وزد في ذلك يا رب، اللهم يسر ولا تعس. الاخوه اللي التحقوا بنا جداد، هذه الطريقه ديال اللي درت الشرابه كما كتشوفوا. راه قلت للاخوان يصيفطوا لي عبر الميساج في الواتساب، راه صيفطوا لي بعض الاخوان انهم صيبوها. الطريقه ديالها سهله وبسيطه، كتقدر تستغرق اقل من نصف ساعه او ثلث ساعه تقريبا. الا انتم الاخوان كوت بلاكيه على هذه الشكيله على حساب الشرابه اللي غدير. ايوا الاخوان فيس من هنايا وفيس من هنايا، هانتوما كيما كتشوفو وفيس من هنا وفيس من هنا، فيزاكرا من هنايا ومن هنا. تقدر إذا كان عندك كوت بلاك غليظ دير كوت بلاك ديشان بلا ما دير هدا. إخوة كيما كتشوفو هي كطلع وكتسد، كطلع وكتسد هانتوما. إلا بغيتي تحل كتهود هانتوما الإخوان، كتجيب شرابة كتحطها في القنت هكدا والحمام كيجي يتحط تما ويشرب. ايوا هذا ما كان، هذه فكرة كنديرها اليوم. ايوا الحمد لله. بالنسبة للأكل اللي كنخدم به، بالنسبة للأكل اللي كنخدم به هو هذا
عادي ميلونج العادي انتوما. وبالنسبه للكاديطانو كنخدم معاه ب الحمام النفخ، كنخدم معاه بهذا ضروري من الترابيله، حيت الحمام النفخ ما كياكلش درا كبير، كيطيح الى كلا كما كتشوفوا انتم. البعض الاخوان سولوني على الفويليه كيف كتعطى للحمام، يعني الفويليه اللي كنستعملوها مع الاولاد الزغاليل الصغار. بالنسبه للاخوان الا امتى كتستعمل؟ الا فرد ديك الساعه الا فرقعوا الريش، يعني بداو كيربيو الريش كتبدا معاهم خمسه الحبات اربعه الحبات في النهار. الا صافي كبروا الريش مزيان كدير 10 اليوم في النهار، 10 مورا يوكلهم والديهم يجيو دير لهم 10. انتم الاخوان هذه في ليا راه كاينه عند اي واحد بائع الماكل ديال الطيور او عطار، يعني سولوا على فويليه كنديروها في الماء ليله كامله. من بعد ملي كتجي تبغي توكل الاولاد كتشد هكا. انتم الاخوان الطريقه سهله، ملي كتطلق في الماء دير هكا انتم انتم الاخوان كيف الشوية حيدنا من الماء. هذه الطريقة ديال ولا من ساليتي كتقدمها للولد بهذه الطريقة، كتحلي فمو تعطي ليه تعطيه 10 حبات كما كتشوفوا الاخوان. وبالنسبة للشنيبرات راه كنقدر هذا هو الاكل ديال الشنيبرات، الشعيرو الضرا باش يولفوا الطرابه بيضاء والشعير بما ولفوا يبداو ياكلوا ان شاء الله بحول الله. ايوا هادشي اللي هذا ما كان راه ما كنخبيو عليكم والو، ايوا غنطلبوا منكم تشجيعنا. هادو راه بيشوار بينو بين اللي بغى العبار ديال البيشوار راه او العبار ديال السجنه، اللي بغى العبار ديال السجنه. بالنسبه للاخوان العبار ديال السجنه هو 82 كلها، يعني كندويك على السجنه كامله، متر 40 فهاد البلاصه فين جالس انايا، على متر 50 في الطول، على متر 50 في الغرق، متر 50 في الغرق على متر 50 في الطول. هانتوما لاحظوا معايا متر 50 في الطول، متر 50 في الغرق، متر 40 هكا في العرض. انا نخرج من برا باش نفهمكم اكثر. انتم الاخوان عندنا هنا قلنا في الطول متر ونص، متر ونص في الطول، لا عاوتاني متر ونص من اللي يعني، و 2 متر 80 في كلها، من هنا 2 متر 80 من هنا 2 متر 80 عقل عليا من هنا اللي يعني متر 40 في اللوفت. هذا اللوفت ديال الصنابر متر 40، واللوفت اللي غيولي غيكون ايولي ديال الدكور متر 40. وفي الغرق عندنا الغرق، الغرق هو هذا، هو من هنا لهنا عندنا متر 50، متر 50 في الغرق، متر 50 حتى لهنا عندنا متر 50. سبوتنيكا عندنا 60 على 50، 60 في العرض على 50 في الطول. انتم الاخوه هي سبوتنيكا. وبالنسبه لسبوتنيكا الاخرى تقدر تستعملوها هذه. انتم الاخوان سبوتنيكا اللي صيبت في الفيديو ها انتم، سبوتنيكا هذه راه الا كنتو صيبتوها راه احسن، هذه سهله سهلة في الخدمة ديالو والدخول السريع للحمام. هذه في الحمام دغيا كيدخل بها
ايه والفيديو راه حطيته. بالنسبه للتهويه هما هادو ضروري يكون التهويه. كنت تكرر الاخ هيثم مرحوب هو اللي قال لينا كي نديروا ليها، والاخ عبد الرحيم مترجي، اخوان كاملين هلاس صلاح هما اللي وريونا كيفاش نديروا التهويه. الاخوان كاملين راه قطعناهم ربعه، ان شاء الله غنركبوهم هنايا. كنشكركم بزاف الاخوان. ايوا هذا مكان انتم. بالنسبه لهذا باش كنحطوه هنايا، كنحطوه هنا الاخوان على قبل باش هذا ديال النخل جتو من النخل، كنحطوه باش يتشمش هنا باش نعطي لهم في العش. كما كتشوفوا هذاك ديال النخل كيكون خضر، كتلوحو في الشمس مده يومين حتى كيولي هكا، وعا باش كتعطي لهم يجمعوا العش باش يكون واحد المنظر زوين ان شاء الله. وهذا ما كان الله يسخر. بالنسبه للاخوان هنا نكون سايلنا الفيديو ديال اليوم، نتمنوا نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله غدا او بعد غد ان شاء الله بحول الله. الاخوان التزموا بالحجر الصحي بما فات هذا الوباء ان شاء الله ديال كورونا. الله يحفظ امه المسلمه جميعا ان شاء الله. الاخوان بالنسبه لهذا المرض ديال كورونا اللي هذا الوباء اللي صعيب قتل بزاف الناس، بالنسبه للاخوان خذوا الحيطه والحذر، بقاو في ديوركم وتولعوا محميماتكم. وهذا ما كان الاخوان الله يسخر الامور. كما كتشوفوا الاخوان عاودوا اللي عنده شي خوتي كل يوم ما يخرجوش، بالنسبه باش ما ينتشرش هذا الوباء الله يحفظ راه وصل 1000. بالنسبه للاخوان خذوا الحيطه والحذر، وكنشكركم الاخوان مازلنا بغيناكم، بقاو في ديوركم الاخوان ان شاء الله يفوت هذا المرض، ان شاء الله نرجعوا النشاطات ديالنا، رجعوا كما كان من شحال هادي. بقى والو الاخوان، بقاو قريب من 10 ايام او 15 يوم دغيا دوز ان شاء الله الاخوان. نتمنوا الاخوان انكم تكونوا قد استمتعتوا معنا في هذا الفيديو. بالنسبه للذكر رجع هو اللي كان يعني كنا مدوين عليه الفيديو اللي قبل، كنت باغي نخرج نولعكم به ساعه هرب مني، خديت انا هذا الباب هو ما سديتش الباب من مورا هو هرب طار. انا باش انا خرجت لقيتو صافي، لقيتو بدا كيحوم غيش الطريق ديالو، بقى كيتحط بين الديور بين الديور صافي. بالنسبه للاخوان هذا ما كان ان شاء الله، موعدنا يتجدد في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوه اللي عنده شي سؤال يحطه في التعليقات، ومرحبا باي واحد، مرحبا بالجميع ان شاء الله، جميع الاسئله غنجاوبوا عليها ان شاء الله. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.